أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام مرة أخرى. قال مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني إن حرمة المال العام أشد وأخطر من المال الخاص لأن أصحاب الحق فيه كثر. مفتي البلاد وفي برنامج الإسلام والحياة على شاشة التناصح أضاف أن قيام بعض الناس بسرقة المال العام ليست مبررا لأن يقوم بذلك الآخرون وثم يتحججون بسرقة غيرهم. وشدد فضيلة المفتي على أن كل ما يؤخذ من المال العام بغير حق هو حرام شرعا. أكد مستشفى محمد المقريف بجدابية وصول قتيلين وثلاثة جرحى في الهجوم الذي استهدف صباح الأربعاء بوابة 60 جنوب غرب المدينة. وقال المكتب الإعلامي للمستشفى في بيان له الأربعاء أن القتيلين مفتاح المغربي وأحمد الفاخري هما من عناصر الكتيبة 152 مشاة بجدابية، مضيفا أن حالات الجرحى الثلاث جيدة. وأشار مكتب الإعلام بمستشفى جدابية إلى أن مسؤول النقطة الأمنية بالمستشفى أكد فقدان أحد عناصر حماية البوابة خلال الاشتباك فجر الأربعاء. ناقش عدد من أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور مع المبعوث الأممي غسان سلامة في العاصمة طرابلس العملية الدستورية في ليبيا. وبحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية فقد أطلع سلامة أعضاء لجنة صياغة الدستور على المناقشات حول الدستور خلال اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة في تونس. ووصفت عضو هيئة الدستور رانيا الصيد في تصريح للتناصح الاجتماع بالإيجابي، مشيرة إلى أن النقاشات تمحورت حول مآلات العملية الدستورية في ليبيا حتى الوصول إلى استفتاء على الدستور. توعد عضو ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة عن مدينة غريان إدريس بوفايد الأربعاء رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي باتخاذ إجراءات صارمة ضده إن لم يتوقف عن التصرفات الاستعراضية والعبث. بوفايد اتهم السويحلي بأنه يشكل عقبة في طريق استقرار ليبيا وإنهاء معاناة الشعب الليبي، وخاصة فيما يتعلق بالمسألة الدستورية، وذلك لمصالح شخصية وضيقة وفق تعبير بوفايد. وأضاف بوفايد أيضا بأن موقف السويحلي أسوأ من موقف عقيلة صالح الذي تجاوب مع هذا الاستحقاق ولو مترددا. وكلف اللجنة التشريعية بصياغة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، أما السويحلي فهو يحاول في كل يوم جديد الالتفاف على هذا الأمر بعد حسم ما يعرف بمجلس الدولة لقراره في هذا الشأن على حد تعبيره. إلى اللقاء.